ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب الحدود الإيرانية العراقية مساء الأحد إلى 450 قتيلاً ونحو 6500 جريح، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. تمركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 على درجة على بعد 31 كيلومتراً خارج مدينة حلبجة شمال شرقي العراق، وفقاً للقياسات الأخيرة من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي. شعر الناس بالزلزال في عدة أقاليم بإيران، ولكن أكثر الأقاليم تضرراً كان إقليم كرمانشاه، فيما أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء يوم حداد عام على ضحايا الزلزال. وقال التلفزيون الرسمي الليلة الماضية إن السلطات أعلنت انتهاء عمليات الإنقاذ في المنطقة التي دمرها الزلزال قرب الحدود مع العراق.